السلام سلام معكم مروان بشار في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي يكون من البلاي ليست ديال التجاره وفا بنك البنكاليك. هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نحلوا ونسدوا الدوتاسيون ديالنا بطريقه سهله باش نتفاداو داك المشكل ديال نحلوا الدوتاسيون مثلا كتخلي لاكارت في شي سيت حتى كيوقع شي مشكل من داك السيت اولا كيتسربوا البيانات وكتقدر تكون ضحيه من الضحايا ديال الاحتيال عبر الانترنت. باش نعرفوا واحد المعلومه، حتى التجاري راه عندها لوبسيون ديال ديزاكتيفي واكتيفي الدوتاسيون، مي حنا ما كننتبهوش بحال هاد الحوايج هادو حتى كيوقع لينا مشكل كنبقاو نبحثو. اول حاجه فاش كنأكتيفيو الدوتاسيون غادي نشوفو كيفاش نأكتيفيوها بعدا هي الاولى من لابليكاسيون وكيفاش ديزاكتيفيوها باش نعرفو كلشي في ابليكاسيون وحده واللي هي التجاري موبيل، لان نفس الخطوات كيطبقو في تطبيق البنكاليك. دابا حنا نشرحو للناس عامه زبناء التجاري وفا بنك من تطبيق التجاري موبيل. بعد ما كندخلو التطبيق ديالنا كنبركو على ثلاثه الشريطات على اليسار الفوق، كنجيو مي دوتاسيون هي الاولى. فوالا انتوما تكون عندكم مي دوتاسيون هنايا، غادي تلقاو هنا دوتاسيون اي كوميرس ودوتاسيون فواياج، غتلقاوهم بجوج بهم بحال 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 هاد الاولى. غيعطيكم داك ديكوفغيغ انا ديجا سالي دوتاسيون اي كوميرس كما كتشوفو، مايمكنش ناخد وحده اخرى، ديجا راني بديت في دوتاسيون فواياج. مي فاش تبغيو نتوما اكتيفيو دوتاسيون اي كوميرس كتبركو على ديكوفغيغ، كديرو اكتيفي مون دوتاسيون، كتختاروا لا كارت اكسيتيرا، كيقطعوا لكم 50 درهم ما بقاتش 44 درهم، راهم زادوا في الكوتيزاسيون ديالها. فوالا انا ديجا عندي الدوتاسيون فواياج، باش كنبركو عليها كما كتشوفوا كيعطوني كارت البنكاليك بين قوسين اكتيفي، يعني البطاقه ديالي مفعله فيها الدوتاسيون. مي فاش كنكليكي كما كتشوفوا ما كاينش اوبسيون ديال انني نطفيها من هنايا ولا ندير شي حاجه، كيعطيك فقط المونطون لي ريزيرفيتي في الدوتاسيون. هنا كيقولوا لك بلي كونسوميتي 2264 درهم، هنا كيقول لك المونطون اللي بقى لك، يعني ما كاين حتى شي حاجه. حتى لو جيتي دير ترانسفيري مثلا من هنايا كتختار بطاقه اخرى ما كتلقى حتى شي بطاقه، يعني ما عندكش الحل من هنا كدير طفيها بتاتا. شنو غادي نديرو؟ كنرجعو حنايا، لان هاد الخطوات اللي غادي نشرح لكم دابا مهمين الاخوان. كنبركو على ثلاثه الشريطات كنهبطو كنلقاو كارت. فاش كنلقاو كارت كنشوفو البطاقة اللي فعلنا فيها حنا الدوتاسيون، مثلا حنا فعلناها في البنكاليك، كنكليكيو على ليكون صغيرة ديال إعدادات. كمعلومة نتوما غادي تدخلو غادي تلقاو كلشي مأكتيفي بالخضر، كيما كتشوفو كلشي أكتيفي بالخضر هنايا. خصكم أول حاجة تكونو ديجا فعلتو الدوتاسيون باش نوريكم كيفاش تسدوها. فاش كتكونو ديجا فعلتوها الإخوان كتلقاو هادو كلهم هنايا شاعلين بالخضر، يعني أهم حاجة اللي هي مهمة باش نسدو الدوتاسيون ديالنا هي هاد الخطوة ديال بيمو انترنت اليترونجي، هي هادي. كنديزاكتيفيو هادي كما كتشوفو، هادي هي المهمة. من هنا كنأكتيفيو وكنديزاكتيفيو الدوتاسيون. مثلا إلا رديتها هكا بالأورانج كندير سوفكاردي، فوالا كيقوليك بلي الموديفيكاسيون اللي درتي راها خدامة. هنا إلا بغيتي تطفي حتى البيمو دالانترنت في المغرب، مثلا ميشري حتى شي واحد بلاكارت ديالك في المغرب، كدير ديزاكتيفي ودير سوفكاردي. اي خطوه درتيها من بعد كدير سوفكاردي باش كتاكد ديك العمليه ديالك. اما مثلا الا درتيها وخرجتي ودخلتي كتبقى شاعله بالخضر. على سبيل المثال احنا دابا اكتيفينا الدوتاسيون مثلا ونخرج نولي ندخل عاود، فوالا باقا طافيه. ولكن الا اكتيفيتها ودات سوفكاردي كما كتشوفوا، ندير كونتيني نرجع نولي ندخل، فوالا هي شاعله. يعني ملي كتسوفكاردي داك لوبسيون اللي درتي كتاكدها وكتبقى خدامه. مثلا دابا انا نطفي الدوتاسيون ديال شراء من الانترنت خارج المغرب ونطفي الدوتاسيون من المغرب، يعني هاد لاكارت البنكاليك ما تخدم لا في المغرب لا في الخارج. بهاد لوبسيون هادي كندير سوفكاردي، يعني كيولي عندي دابا كلشي خدام. بغيتي تحيد شي حاجه اخرى مثلا الكونتاكت ليست ولا شي حاجه ممكن تحيدها. بهاد الطريقه كتكون سديتي الدوتاسيون ديالك. وباش ترجع الدوتاسيون ديالك بطريقه سهله، يعني كتاكتيفي الدوتاسيون ديالك في المغرب مثلا على برا ودير سوفكاردي وكتكون فعلتي الدوتاسيون ديالك. اما من الخيار ديال مي دوتاسيون الاخوان فراه ما كاينش شي خيار اخر. ونصيحه للناس اللي اول مره يشريو من الانترنت بالتجاري وفا بنك، انا ننصحكم اكتيفيو الدوتاسيون اي كوميرس هي الاولى، من تساليو داك مليون ونص اللي عطيكم يعني مكتب الصرف، من بعد تلقاو الدوتاسيون فواياج. ما خصكم باسبور، هذه اهم نقطه كنركز عليها، غادي خصكم جواز سفر يكون معاكم والصلاحيه ديالو تكون فعاله باش تقدروا تاكتيفيو الدوتاسيون فواياج اللي فيها 10 المليون، يعني كتولي بحال عندك في التوتال كامل في العام 11 مليون ونص. بهذه الطريقه الاخوان كنكونوا اكتيفينا وديزاكتيفينا الدوتاسيون اي كوميرس من لابليكاسيون ديالنا التجاري موبيل او لا البنكاليك. في ثلاثه الخطوات فقط كتكون ديزاكتيفيتي الدوتاسيون ديالك وحميتي البطاقه ديالك باش ما يديها لك حتى شي واحد او لا يخدم بها. ولو تعطيها شي واحد دابا فراه حتى بيمو ما غادي يدوز لك.
متابعينا الكرام، نتمنى نكون عطيتكم الشرح كامل وشرحت لكم بطريقه مبسطه كما كتشوفوا. كنعطيكم المعلومه ونعاود نقيسيه حداكم باش تكون المعلومه واضحه. حتى نتوما ما تبخلوش عليا الاخوان بلايك، لايك هي اهم حافز بالنسبه لي انا. وحتى لنا غادي يكون وصلنا نهايه الفيديو هذا، نتمنى يكون الفيديو عجبكم الاخوان. كان معكم مروان بشار، تلقاو فيديو جديد.